فرشت موائد النور من السماء، من فوقها يمتد زاد الخير والعطاء، أنزلها رب السماء في أعظم الشهور، فاغتنموا فيها ليالي الأنس والدعاء، تزودوا منها أيا مؤمنين، والخير في موائد الصائمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث وداع شهر رمضان والذمام المحفوظ. ما معنى وداع شهر رمضان؟ وهل الزمان يودع؟ أليس هذا التوديع مجازيا؟ وبالتالي لا ينبغي أن تبذل جهود لأجل التوديع. التوديع المجازي هو عبارة عن فكرة تخطر بالبال وانتهت المسألة. الجواب، وداع شهر رمضان وداع حقيقي، وهو موسم عبادي مضيع. حتى لا نستغرب أن يكون موسما عباديا مضيعا، فهناك مواسم عبادية في غاية الوضوح، إلا أنها في غاية الإهمال والتضييع، بل والحرب، يعني إعلان الحرب عليها، من قبيل ليلة عيد الأضحى التي هي أهم المواسم العبادية في الحج، لكنها أكثر المواسم تضييعا وأهمالا. إلى الآن عادة الحملات لا توجد لها خيام في المشعر الحرام في مزدلفة. كذلك المواسم العبادية الأبرز بعد المشهور، يعني تم البناء على الاهتمام ببعض المواسم العبادية والباقي مغيب في الحج، في العمرة، في الزيارة، في الأيام التي ينبغي الاهتمام بها على مدار السنة. هذا اليوم هو مثلا يوم نجاة النبي يوسف من البئر، إلى غير ذلك من الخصوصيات. مواسم عبادية مهمة جدا وهي مضيعة، أعمال عبادية مهمة جدا ثوابها عظيم جدا، أيضا هذه الأعمال مضيعة. بالإضافة إلى أن توديع الزمان أمر حقيقي، توديع شهر رمضان توديع الزمان، بالإضافة إلى أن توديع الزمان أمر حقيقي، فقد جرت عليه سيرة العقلاء، وهذه كتب الأجيال في النثر والشعر حافلة بوداع البر والبحر والليلة والديار، إلى حد أن هذا الأمر أصبح طبيعي.
أن يودع الإنسان وطنه وينظم شعرا أو يكتب نثرا، أو يودع البحر عندما غادر السفينة بعد رحلة عاصفة وما شابه. ما هي حالة الشخص الذي يودع شخصا؟ هناك حالة شعورية وجدانية يعيشها المودع، تختلط فيها الدمعة بالبسمة، تختلط الذكريات بالآمال. هذه الحالة الشعورية والوجدانية هي نفسها التي يعيشها الشخص الذي يودع مكانا أو زمانا. هذه الحالة الوجدانية هي التي يجدها كل منا في نفسه عندما يتأمل في انقضاء شهر رمضان، خصوصا عندما يكون الشخص طيلة الشهر يستعد لهذا الفراق. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان، أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. أو مثلا: وهذا الشهر قد آذن بانقضاء، أيامه قد انقضت ولياليه قد تصرمت وما شابه. على مدار الشهر نحن نستعد لفترة الوداع، على مدار الشهر نحن نعيش حالة الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. يعني قبل أن يودعنا الشهر أو نودعه، نريد أن نحصل على البركات الإلهية المدعى فيه. ثم وإن كان هذا الأمر وحده هو الدليل، لكن تركته للآخر، كلام المعصوم هو الفصل. المعصوم هو الذي أظهره الله عز وجل على الحقائق. ماذا يقول الإمام السجاد وارث الحسين والنبيين؟ يقول سلام الله عليه في دعائه، دعاء 45 من أدعية الصحيفة: وقد أقام فينا هذا الشهر مقام حمد، وصحبنا صحبة مبرور. الحديث عن مقيم ومصاحب. وأربحنا أفضل أرباح العالمين، ثم قد فارقنا عند تمام وقته وانقطاع مدته ووفاء عدده، فنحن مودعوه وداع من عز فراقه علينا وغمنا وأوحشنا انصرافه عنا ولزمنا له الذمام المحفوظ. الذمام العهد باللغة، لأنه يذم الشخص الذي ينقض العهد، فله شهر رمضان له ذمام. كيف مثلا بيكون عندك ضيف وتودعه، له حق عليك. قصرت مثلا معه تحاول أن تعوض. الأمور التي طلبها وأكد الاهتمام بها تعتبر أن هذا الوفاء بهذا العهد أمر مطلوب. لزمنا له الذمام المحفوظ والحرمة المرعية والحق المقضي. الحرمة المرعية، أن نرعى حرمته. ورح يجينا في أمور بمفعول رجع، يعني ممكن واحد يكون مستحق ثواب شهر رمضان، لكن الأمور معلقة على أمر. القبول معلق على أمر، إذا أتى به بعد الشهر يحصل على ثواب شهر رمضان، يحصل على جائزة العيد، وإذا لم يأتي بهذا الأمر فلا يحصل على الجائزة. شهر رمضان إذن شهر ضيافة الله تعالى، حل وارتحل، فكيف ينبغي أن نتعامل معه؟ من عرف حق هذا الشهر يودعه حق وداعه، ومن عرف بعض حقه يودعه بمقدار معرفته، ومن لم يعرف شيئا من حقه ولا من حرمته لا يهتم بتوديعه، بل قد يفرح لأنه تحلل من أعباء هذا الضيف الثقيل. لأن الأجواء التي فرضها أجواء غير محببة. ليس كل مسلم مودعا للشهر،
وليس كل صائم مودعا للشهر. الذي يودع الشهر تماما كأي ضيف، بيجي ضيف، في ناس بيهتموا وداع وناس ما بيهتموا، في ناس ما بيعرفوا أصلا أنه إجي. هلا في ناس ما بيعرفوا شهر رمضان إجي، يعني غير المسلمين اللي بعد ما بيعرفوا شهر رمضان، وفي ناس بيعرفوا أنه إجا وبيكثروا من قبيل أنه والله اللي بيصوموا باليوم والليلة 22 ساعة في بعض البلاد 22 وربما 23 أحيانا، أنه بيكون ليلهم ساعتين. وفي ناس لا درجات. فإذا في التعاطي مع شهر رمضان هناك حالات كثيرة تدل على أن ليس كل من يصوم يودع الشهر، لأنه لم يعرف حرمة الشهر كما ينبغي، ولذلك إما أنه لا يودع أصلا، مثل ما بيكون في ضيف ببيت، وفي أشخاص ما بيهمهم أنه يكونوا يودعوا يتركوا. روي عن الإمام محمد الباقر عليه السلام أنه قال: إن لله تعالى ملائكة موكلين بالصائمين يستغفرون لهم في كل يوم من شهر رمضان إلى آخره، وينادون الصائمين كل ليلة عند إفطارهم: أبشروا عباد الله، فقد جعتم قليلا وستشبعون كثيرا، بوركتم وبورك فيكم، حتى إذا كان آخر ليلة من شهر رمضان نادوهم: أبشروا عباد الله، فقد غفر الله لكم ذنوبكم وقبل توبتكم، فانظروا كيف تكونون فيما تستأنفون. إذن المودعون على أنواع. السيد الجليل سيد علي خان صاحب كتاب شرح، كتاب اسمه رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين، ينقل عن السيد ابن طاووس من الأقبال، بس لاحظوا تعبيره شو بيقول: قال السيد الجليل علي بن طاووس رفع الله مقامه. هذا نمط تعامل علمائنا الأجلاء مع سيد ابن طاووس، وبيذكر كلام للسيد ابن طاووس خلاصته أنه الناس على طبقات في وداع شهر رمضان، طبقة منهم خلاصة كلامه أحسن الصحبة، يعني جماعة عرفوا حق شهر رمضان وتعاملوا معه كما ينبغي. يقول: كانوا في شهر رمضان على مراد الله جل جلاله وآدابه فيه في السر والإعلان، فهؤلاء يودعون شهر رمضان وداع من صاحبه بالصفاء والوفاء وحفظ الذمام كما تضمنه وداع مولانا زين العابدين عليه أفضل السلام. الطبقة الثانية، النمط الثاني من اللي تعاملوا مع شهر رمضان أو بدهم يودعوه، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. هؤلاء يقول عليهم أن يبالغوا في التأسف، يعني نحن بشكل عام إلا من عصم الله، يعني أني وأمثالي، أن يبالغوا في التأسف. التأسف يعني حقيقة عرفنا معنى أن الله عز وجل رفع الثواب هذه الدرجات العظيمة ليصل من لا يمكنه الوصول. الآية بختمة: وعلى هذه فقس ما سواه، وفي كل ليلة يعتق، في أول ليلة مليون ألف ألف، بعدين بصير كل ليلة بضاعف العدد، كل ليلة بضاعف العدد، وبعدين تجي ليالي القدر، طبعا قبلها ليالي الجمعة، بعدين الأيام البيض، بعدين ليالي القدر، بعدين تستمر العشر الأواخر إلها خصوصية إلى الجوائز.
الكرم ينبغي أن يقابل بالتقدير والاعتراف بالجميل والخجل. كرم واحد مثلا تشوفه يغدق عليك أموال طائلة، بعد بالبداية بصير تشكر، بعدين تعجز عن الشكر، بعدين بتشوف أن المسألة فوق الشكر. الله عز وجل هذا العطاء، هذا الكرم الإلهي العجيب، لمين يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، هذا الكرم لمين؟ نحن عادة واحدنا إذا شخص مثلا بيقهرنا أو شيء نصير نعطيه بحدود. هو يعطي الذين يحاربونه، الذين أعطاهم القدرة والإمكانات فاتبعوا خطوات الشيطان وأعرضوا عنه، أعرضوا عنه، مع ذلك يقول لا تقنط. هذا الكرم ما منتبهن له، ولن ننتبه له في الشهر، وإذا انتبهنا فلحظات ثم تعود حليمة إلى ما كانت عليه من عادتها القديمة. طيب بيقول إن اتفق خروج الشهر، وهؤلاء أصحاب الخلطة مفارقون له في آداب الاصطحاب، فليس لوداعهم له وجه عند أولي الألباب، لأن الوداع إنما هو لمن كان موافقا ومرافقا، لا لمن يكون مخالفا ومفارقا. طيب وإن اتفق خروج الشهر وأهل الخلطة، اللي أنا عم سميهم أهل الخلطة، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ملتبسون بحسن صحبته، فلهم أن يودعوه بقدر ما عاملوه في حفظ حرمته. بعد واحد عم بيودع شخص وقصر بخدمته، بيشعر أنه عم بيودعه بمقدار ما خدمه، بعد شو؟ ويعتذر. بالاعتذار بحاول يحصل الفرق. وأن يندموا ويستغفروا على ما فرطوا فيه من إضاعة شروط الصحبة والوفاء. إن كنت لا تقبل إلا من المطيعين فمن للعاصين، لا ترحموا إلا المطيعين فمن العاصين، لا تقبلوا إلا من العاملين فمن المقصرين. ويبالغ في التأسف والتلهف على ما فرط منهم من معاملته بالجفاء. طيب القسم الثالث، الذين كرهوا حلوله لأنه يقيدهم، ليسوا من المودعين، أو حتى إذا وقفوا من المودعين هؤلاء مش مودعين. بيقول السيد طبقة لم يكونوا مصاحبين لشهر رمضان بالقلوب، بل كان منهم من هو عندهم مكروه غير محبوب، لأنه كان يمنعهم من المأكول والمشروب ويقطعهم عن عادتهم في تهوين مراقبة علام الغجيب. الإنسان خلق لكي يعبد لا لكي يأكل، بده يحضر الأكل ليعينه على العبادة، فبيجي شهر رمضان حتى يرجعنا لوضعنا المنسجم مع التكوين والتدوين. فمنشوف شهر كثير، لكن مع ذلك يعني على مضض ماشي، ثم نرجع إلى ما كنا عليه. لما يكون أحدنا هيك بنمط تفكير، وهذا بده يقدر يودع شهر رمضان، ودع بين قوسين مثل البشر، يعني وداع يصح أن يقال له وداع. فهؤلاء ما كانوا مع شهر رمضان حتى يودعوه، ولا أحسنوا المجاورة له لما نزل بقربهم فيشيعوه، فلا معنى لوداعهم بوجه من الوجوه. بيقول السيد علي خان انتهى ملخصا كلام السيد ابن طاووس، وأنا ما ذكرته كله. طيب هنا سؤال حول وقت الوداع. وقت الوداع الشيء الطبيعي الأوضح أنه الليلة الأخيرة اللي هي من الشهر، وهناك في الروايات ذكر للوداع في العشر الأخير، وهناك نص من السيد ابن طاووس أنه إذا فاتك الوداع يمكنك أن تودع في آخر يوم منه. فإذا الأصل في الوداع هذا، هنا ينبغي التدقيق أنه هناك فرق بين وداع الأشخاص ووداع الزمان والمكان.
فرق بين وداع الأشخاص الحقيقيين والأشخاص الحقوقيين. الشخص الحقيقي واضح وداعه فيه، أن واحد بيطلع معه بشيعه يشيعه ويودعه. طيب، فإذا فاته التوديع ببعث له برقية، ببعث له رسالة، طبيعي. الشخص الحقوقي توديعه يختلف، يعني ممكن أنه يصير وداع عند انقضائه، ممكن يصير لا بعد انقضائه. و الفرق بين مثلا إذا شخص كان في وطن وخرج من هذا الوطن ومشي بالصحراء يوم يومين، وهو الطريق كله بظل قادر يود عم بيودع، في مثلا بعد ما وصل على وطنه يفكر بحالة الوداع. حالة الوداع أو بدء الوداع عند الخروج، عند المغادرة، عند الافتراق، هذا بدء الوداع. بس بالزمان والمكان ما في مانع أنه يكون الوداع مستمر، مش قبل ما يطلع بالطيارة المودع، قبل ما يطلع بالسيارة المودع العادي، لكن الزمان والمكان فيها النوع من الاختلاف اللي بيخلي مجال توديعه أكبر. كذلك كما أن من نسي أن يودع أو لم يستطع لعذر أن يودع الشخص الحقيقي، فيأتي بذلك قضاء، يعني يبعث له رسالة مثل ما قالت أو ما شابه. كذلك إذا واحد ما ودع شهر رمضان بوقت التوديع الأصلي اللي الروايات بتأكد عليه، إما في الليل الأخيرة من الشهر أو في العشر الأواخر، فيمكنه أن يودع في أي وقت. يقول السيد علي خان في كتاب رياض السالكين في شرح صحيفة السيد الساجدين: هذا الكتاب قيم جدا، وينبغي للمؤمن المهتم بأمر آخرته أنه يتواصل معه ويخلي أنه هدف بحياته بده يقرأ ويتعب عليه. قال بعض أصحابنا: وقت الدعاء لوداع شهر رمضان آخر ليلة منه وفي سحرها أفضل، أو في آخر يوم منه. سيد علي خان عم يذكر ثلاث آراء: إما آخر ليلة من شهر رمضان وفي السحر أفضل، أو في آخر يوم منه. ثم يقول: وفي التوقيعات الواردة عن صاحب الأمر صلوات الله عليه في جواب المسائل التي سأله عنها محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، سأله عن وداع شهر رمضان متى يكون، فقد اختلف أصحابنا فيه، فبعضهم يقول يقرأ في آخر ليلة منه، وبعضهم يقول في آخر يوم منه إذا رأى هلال شوال، فخرج التوقيع بما نصه العمل. هذا التوقيع رسالة من الإمام الحجة عبد تعالى فرجه الشريف: العمل في شهر رمضان في لياليه، والوداع في آخر ليلة منه، فإن خاف أن ينقص الشهر جعله في ليلتين. يعني ليلة 29 بتودع شهر رمضان، يوم 29 إذا ثبت الهلال بيكون ودع، إذا ما ثبت الهلال بعيد التوديع مرة تانية. بأجوائه تكسب الحسنات وتغفر للتائب السيئات، وهذه المعارف في بهجة تشارككم موسم البركات. بشوق اللقاء، بشوق اللقاء.